لو اتكلمنا عن بطليموس الثالث، قال لك ان بطليموس الثالث خلف والده وكان يتمتع بصفات حميدة. الراجل ده يعني كان معروف عنه ان هو صفاته كويسة. طب ايه اللقب اللي لقبوه؟ لقبوه بالخير او الصالح. ليه لقبوه بالخير او الصالح؟ لانه اسقط الضرائب. على فكرة اسقاط الضرائب ده امر صعب على الدولة، مفيش دولة في العالم ما بتعيش غير بالضرائب بتاعتها. طب هو ليه اسقط الضرائب يا مستر؟ ايه اللي حصل في مصر في الفترة دي؟ قال لك والله حصل انخفاض لمنسوب النيل. نهر النيل يعني كان دايما بيجي بارتفاع حوالي 4 متر 3 متر وحاجة، المرة دي المنسوب كان قليل جدا جدا. يبقى مفيش أراضي تزرع صح؟ يبقى هيكون الإنتاج قليل صح؟ في الفترة دي؟ آه هنا لقى إن مفيش زراعة كتير، وإن أصلا الفلاحين كده كانوا بيزرعوا الأراضي ويسلموني المحصول كله كضرايب صح؟ مظبوط. قرر إن السنة دي أو في العام ده إن أنا هسقط الضرائب عن جميع الأهالي، ممنوع إن حد يدفع الضرائب، وكمان فتح صوامع الحكومة. إحنا فاكرين إن إحنا مصر كانت عاملة حاجة اسمها الصوامع اللي بيخزنوا فيها الغلال صح؟ مظبوط. قرر إن هو يفتح صوامع الحكومية للناس، يعني أي حد مش عنده طعام أو فاقد للطعام يقدر يجي ياخد اللي إيه؟ ما يكفيه. وفي الفترة بتاعته كان محبا للعلم والإيه؟ والثقافة. وكده يكون أنت عندك آخر ملك من ملوك البطالمة الأقوياء. كده يكون عندك انتهى آخر ملك من ملوك البطالمة الإيه؟ أوكي. الأقوياء اللي قدروا يسيطروا على الإيه؟ على البلاد. يبقى نسأل سؤال كده، مين اللي لقب بالمنقذ؟ بطلع ماتش الأول بطلع يموس بطليموس الأول. لا ما هو كلهم بطالمة، يعني ما حدش يقول لي بطليموس ويسكت، ما أخمن أنا مين انت هو. خمن بقى يا مستر، انت خمن اي بطلع يموس فيه. وتبدأ عندك مرحلة تانية من مرحلة الضعف. محمد معايا؟ محمد وحشني. محمد معك يا مستر. ماشي طب نخش في المرحلة الثانية من حكم البطالمة، وهي مرحلة الضعف والإيه؟ والانهيار. في هذه المرحلة كان الملوك البطالمة ضعاف جدا، وهنا بدأت حالة البلاد تكون متدهورة جدا جدا، وتبدأ البطالمة تفقد الأراضي اللي هي بتاخدها. طب تعالى نخش على أول واحد فيهم، وهو بطليموس إيه؟ الرابع. بيقول لك يعتبر بطليموس الرابع هو بداية لمرحلة التدهور لحكم الإيه؟ البطالمة. يبقى تاني أنا بدأت مرحلة الضعف والانهيار، خلاص الدولة البطلمية هتكون دولة ضعيفة وهتنهار. طيب بدأ الانهيار إمتى؟ في عهد بطليموس الرابع. يبقى بدأ الانهيار عندنا في عهد مين؟ بطليموس إيه؟ الرابع. يبقى دي الفترة إيه؟ الفترة التانية. تعالى نخش على بطليموس الخامس. البطليموس الخامس ده كان طفل صغير عنده 7 سنوات، وهل يكون لطفل 7 سنوات القدرة على الحكم؟ ينفع كده طفل صغير يكون ماسك حكم البلاد؟ لا لا لا. طب ودي مشكلة هتواجه البطالمة. طب المشكلة دي ازاي يحلوها؟ كانوا زمان بيحطوا حاجة اسمها أمر الوصاية. يعني ايه؟ دلوقتي أنا هكون واصي على بطليموس لغاية ما يكبر، بس هل وأنا فترة الوصاية بتاعتي هكون ماشي بمبادئي، ولا ممكن أكون طماع شوية وآخد أراضي؟ أكيد طبعا، آه خلي أكيد بالك طبعا. بقى، آه خلي بالك دي اسمها حاجة الأطماع الشخصية. قال لك طب ما بطليموس الخامس كان صغير، كان طفل صغير لم يتجاوز 7 من عمره، هل هيقدر على الحكم؟ لا ما يقدرش الحكم، في أمر هنا اسمه أمر وصاية، وده قانون كله بيمشي عليه. أمر الوصاية بيكون لقائد الجيش. مين قائد الجيش وقتها؟ اسمه أجاسوكليس. قائد الجيش كان اسمه أجاسوكليس، هو اللي أمر بالوصاية. طب خلاص أنا اللي هكون واصي على مين؟ على بطليموس الخامس لغاية ما يكبر ويشتد كده عوده، وهو يمسك حكم الإيه؟ البلاد. ولكنه أدار البلاد من أجل تحقيق مصالح شخصية. وعند النقطة دي تحط حاجة اسمها الأطماع الشخصية. الأطماع الإيه؟ الشخصية. هو كان حكم الوصاية مش من أجل إن هو يحافظ على دولة البطالمة، لا هو كان بيحافظ على أطماعه الشخصية. في وقته انهارت البلاد سياسيا واقتصاديا
وفقدت معظم أملاكها الخارجية. مين يعرف لي يشبهه بمين بالتاريخ المصري؟ أسقف. فقدت أملاكها الخارجية في فترته، فقدت اللي هو أملاكها لما انا ما اعرفش، افتكرت الملك لما جه يعمل الحملة الدينية بالغصب، ف الحصاره الدينيه. الله ينور عليكي. فقدت مصر جزء من املاكها الخارجيه. الله اخناتون ينور يعني. عليكي. اللي هو اخناتون او امنحتب الرابع. صح. لو انت حبيت تجيبوا شبه بطليموس الخامس بمين او في الفتره دي، ممكن تسموها بامنحتب الرابع او اخناتون. في الفتره بتاعته فقدت جزء من الامبراطوريه الايه البطلميه. طب تعالوا نشوف اخر واحده من السلسله بتاعتنا دي. مين دي؟ كليوباترا. كليوباترا. كليوباترا كده كده هي بتضر الصحة. تعالى بقى نبدأ نشوف حكم كليوباترا، وبيبدأ يجيب لك بقى نهاية تاريخ دولة ايه البطالمة. بيقول لك والله ان كليوباترا السبعة دي اخر ملوك البطالمة، اخر ملكة من ملوك ايه البطالمة التي تولت العرش. طب هي مسكت العرش ازاي؟ ممنوع بنت تمسك العرش. صح، ممنوع بنت تمسك العرش، بس كان عندها تقريبا اخ اسمه بطليموس ال13. تاني افهم الحته دي، ممنوع ان بنت تمسك العرش، تمسك الحكم ما دام الولد موجود. طب مين اخوها في الوقت ده؟ بطليموس ال13. وكان عندها اخ تاني اسمه بطليموس الكام؟ ال14. يعني هي كان عندها ولدين، بطليموس ال13 وبطليموس ال14. ولكن كليوباترا كانت امراه طامعه جدا جدا جدا، وكانت شديده الجمال. يعني اي حد كان ممكن يشوف كليوباترا كان يغرم فيها وايه ويحبها. طيب هي كانت عايزة توصل للحكم، ازاي اوصل للحكم واخوي عايش؟ ينفع؟ ما ينفعش. اذا ان انا لازم اقتل اخويا. وغرقت اخوها بطليموس ال13 في حرب الاسكندرية. تاني، غرقت اخوها في حرب اسمها حرب الاسكندرية. تسمعوا انتوا عن امبراطورية اسمها الامبراطورية الرومانية؟ صح. أعمل اسمعوا بقى الحتة دي وركزوا فيها جامد جدا جدا جدا. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ ان الامبراطور الروماني يوليوس قيصر احبها واعجب بها جدا جدا جدا، وقرر ان هي تمسك الحكم بجنب اخوها بطليموس ال14. تاني افهم الحتة دي. تاني، دلوقتي كليوباترا لما قتلت اخوها بطليموس ال13، ازاي هتجلس للحكم؟ يوليوس قيصر ده كان الامبراطور الروماني وكان بيحبها جدا جدا واتجوزها في السر. حد يعرف يقول لي ليه اتجوزها في السر؟ بتعرف مراته؟ ما هي تبقى مراته، بس ليه اتجوزها في السر؟ أو مين اظن اتجوز مات تاني؟ مراته دلوقتي. كليوباترا هيتجوزها واحد اسمه يوليوس قيصر. خلي بالك دي الزوجة اللي كده الجوازة التانية ليها. هي كانت متجوزة واحد وسابته، وبعد كده هيتجوزها يوليوس قيصر ده الامبراطور الروماني اللي مسيطر على الامبراطوريه الرومانيه كامله متكامله. ايه بعدها؟ اتجوزها في السر. عدوها ليه؟ جوز هو كان اتجوز، خايف من مراته. ما هو أي واحد يتجوز في السرية يبقى خايف من مراته. مش خايف من مراته. لا، النقطه دي لا، بس عشان تكونوا عارفينها، عشان ده درس ملغي من عليكم. الدرس اللي ملغى من عليكم هو حضاره الرومان. صح. صح. مجلس السناتو ده مجلس في حضارة الرومان بيقول ايه؟ ان الامبراطور الروماني لو عايز يتجوز لازم يتجوز امرأة رومانية. الامبراطور الروماني لو هيتجوز يتجوز امرأة ايه؟ رومانية. طب انت يا عم يوليوس مش هينفع تتجوز كليوباترا لان هي امرأة مش ايه؟ مش رومانية. صح، مش مش من يعني روما. صح. كليوباترا دي كانت ست ايه؟ جميلة وطماعة جدا جدا. هي كانت طماعة ليه؟ قالت لك انا مش عايزه بس اكون ملكه مصر. ملكه مصر دي حاجه عاديه، انا عايزه اكون ملكه مصر وملكه روما الاثنين، وتوج ملكه على مصر، اكون مسيطره على مصر واكون مسيطره على الامبراطوريه مين؟ الرومانيه. اهو. وكان عندها طفل صغير من يوليوس قيصر كان اسمه قيصرون. كان عندها طفل صغير كده من يوليوس قيصر اسمه قيصرون. طيب ايه اللي حصل؟ اسمه كله مستر. قيصرون، تمام. قيصر لون، بيحط له واو ونون، ودي تريقة عليه على فكرة، ان المصريين كانوا مسمينه كده تريقة عليه. المهم يا مستر بطليموس ال14 المفروض ده هو الطفل الصغير، وهو لما يكبر هو اللي يمسك الحكم مش كليوباترا. صح.
نعمل فيه ايه؟ نقتله. يبقى تاني معلش عشان الحته دي تلخبطك شويه. كليوباترا كان عندها اخين، بطليموس ال 13 وبطليموس ال 14، وما ينفعش كليوباترا تمسك الحكم لانها بنت وعندها ولاد اخوات. طب تعمل ايه؟ تتخلص منهم. اول واحد بطليموس ال 13 تخلصت منه في حرب اسمها حرب الاسكندريه. اول واحد اللي هو بطليموس ال 13 تخلصت منه في حرب اسمها حرب الايه؟ الاسكندريه. قام يوليوس قيصر اللي هو جوزها قال لها خلاص امسك انت الحكم بجوار اخيك الصغير بطليموس ايه؟ الرابع عشر. وسرعان ما تخلصت منه لان هو الولد الثاني، واللي هو اللي لو كبر هو اللي يمسك الحكم. قالت لك هو صغير كده ايه؟ نقضي عليه واحده ايه؟ واحده. وتخلصت من اخوها الصغير بطليموس ايه؟ ال 14. وانا يوليوس قيصر اجلسها مع ابنها منه، ابنها ده كان منه على الايه؟ على العرش. وقلت لك ان كليوباترا كانت امراه طماعه جدا جدا، والهدف منها ان هي تسيطر على بتأمن مستقبلها الست، ليه طماعة؟ بتأمن مستقبل، عايزه تمسك مصر وتمسك روما الاثنين امبراطوريتين. بتأمن مستقبلها بس مش في حالها. قال لك والله. وهنا مات يوليوس قيصر. مات مين؟ يوليوس. يوليوس قيصر. طب كده طب هي انتحرت بعد مين بقى؟ لا، هي ما هو بقى انتحرت عشان قبل مين؟ تفهموا بقى، عشان تفهموا الحتة دي. طيب هل كده الحلم يضيع؟ لا كده جوزي مات صح؟ يولا هكمل عادي. هنكمل. الله ينور عليك. الإمبراطورية الرومانية اتقسمت بين اتنين، بين اتنين من قادة يوليوس، أنطونيوس وأوكتافيوس. تاني يوليوس مات اللي كان جوزها صح؟ ما شاء الأراضي الله. بتاعت الإمبراطورية يوليوس ده برضو ما كانش عنده عيل يمسك الحكم، مش عارف ليه كده كل الأباطرة ما عندهمش عيال يمسكوا الحكم كده. فقالوا هنوسع الإمبراطورية بين القادة بتوعه. اتنين من القادة، واحد اسمه أنطونيوس واحد اسمه أوكتافيوس. أنطونيوس سيطر على الحكم فين؟ في روما. وكليوباترا ذكية قالت لك طب ما أحب أنطونيوس وأجوز مين؟ اتجوزوا أنطونيوس. وهنا مجلس السناتو عرف، هنا مجلس السناتو عارف ان هو تجوز مين؟ من كليوباترا. والقانون بيمنع ان الامبراطور الروماني يتجوز امراه غير الامراه ايه؟ الرومانيه. وهنا انطونيوس دخل في حرب من اجلها ضد اوكتافيوس، وانتصر اوكتافيوس عليه في معركه اسمها اكتيوم البحريه. ولما علمت كليوباترا بهزيمه انطونيوس قررت الانتحار، انتحرت. يا لهوي. يعني شكرا. بعد لا كل ده انتحرت في الاخر. ولتسقط مصر من الحكم البطلمي، وكده انتهى الحكم البطلمي على مصر وأصبحت مصر تحت حكم الرومان. نوران طيب يا أخبارك. تمام. يبقى تذكرة بسيطة كده على الجزء اللي احنا شرحناه دلوقتي. احنا اتكلمنا على حاجة اسمها مصر تحت حكم البطالمة. طبعا الاسكندر توفى ولم يكن له وريث للحكم، بس خلي بالك ان الاسكندر لما تولى الحكم كان عايز يراضي المصريين. طب ازاي الاسكندر راضى المصريين؟ قلنا ان هو قرر ان هو يحترم العبادات المصرية، كمان زار معبد الاله امون وقدم له ايه؟ القرابين، وعامل المصريين معاملة حسنة. طب ايه هي اعمال الاسكندر؟ قلنا ان هو بنى مدينة اسمها الاسكندرية. طب بنى مدينة الإسكندرية ليه؟ قال لك والله لثلاث أسباب. هي مدينة تحمل اسمه، هتكون مركز لنشر ثقافة وحضارة الإغريق فيها، كمان عشان يدعم الأسطول بتاعه على البحر الإيه؟ المتوسط. بعد ما الإسكندر بنى مدينة الإسكندرية خرج عشان يحارب الفرس في إيران والعراق، وقدر إن هو يسيطر على كل أراضي الإمبراطورية الفارسية، ولكنه توفى عندما وصل لحدود الهند. توفى الإسكندر ومعاه إمبراطورية كبيرة وما عندوش عيل يورث هذه الأراضي. طب نعمل إيه؟ قال لك اجتمع قادة الإسكندر، قادة الإسكندر اجتمعوا كده في بابل، مؤتمر اسمه مؤتمر بابل، عشان يبدأوا يوزعوا الأراضي بتاعة الدولة الإيه؟ الإسكندرية، بتاعة الإسكندر يعني. طب مصر اللي هي الدولة بتاعتنا وقعت تحت إيد مين؟ وقعت تحت إيد واحد اسمه بطليموس ابن لاجوس اللي هيعمل فيها الدولة البطلمية. ثم مقدونيا وقعت في أيد مين؟ انتيجوس. ثم بلاد العراق وبلاد فينيقيا تم السيطرة عليها من يد مين؟ السلوقيين. وكده ينتهي فترة الإسكندر وتبقى مصر تحت حكم الإيه؟ البطالمة. البطالمة استمروا حوالي 300 سنة، ودي فترة كبيرة جدا جدا، فقسمناها مرحلتين، مرحلة من القوة